ريسكول دروس خصوصية مجانية للجميع. التمرين الأول، حدد وظيفة العبارات المسطرة فيما يلي. نبدأ بالجملة الأولى. أيقن أن هذه العودة إلى مسقط رأسه لا تشبه سابقاتها. ما هو مسطر في هذه الجملة لا تشبه سابقاتها؟ وظيفتها خبر ناسخ، ويمكن الاستدلال عن ذلك من خلال تحليل الجملة عن طريق صندقة. نعيد كتابة الجملة. أيقن أن هذه العودة إلى مسقط رأسه لا تشبه سابقاتها. نسطر الجدول، نسطر الصندوق. أيقن فاعل. الجملة بدأت بفعل، إذن هي جملة فعلية. الفاعل هنا مقدر، فعل هنا مقدر. أن هذه العودة إلى مسقط رأسه لا تشبه سابقاتها مفعول به. مفعول به مركب إسنادي اسمي. مركب إسنادي اسمي. أن ناسخ حرفي. أن ناسخ حرفي. هذه عودة اسم الناسخ. إلى مسقط رأسه مفعول فيه المكان، مركب بالجر إلى جار. لا تشبه سابقاتها خبر ناسخ. إذن لا تشبه سابقاتها هي خبر ناسخ أن. لنمر إلى الجملة الثانية. ثارت الأشجار المحملة تمرا في نفسه بهجة. ما هو مسطر في هذه الجملة؟ تمرا. وظيفتها تمييز. تمييز. يمكن أن نستدل عن ذلك من خلال صندقة الجملة وتحليلها. نكتب الجملة: أثارت الأشجار المحملة تمرا في نفسه بهجة. نسطر لصندقة هذه الجملة. أثارت فعل، ابتدأت الجملة بفعل، إذن هي جملة فعلية. الأشجار المحملة فعل، مركب نعتي. تمرا تمييز.
تمييز في نفسه مفعول فيه، بهجة حال. إذن تمرا هي تمييز وضحت إبهام ما يسبقها، أي الأشجار المحملة، المحملة بماذا؟ المحملة تمرا. لنمر إلى الجملة الثالثة. تشق عنان السماء في عزم. ما هو مسطر في هذه الجملة في عزم؟ وظيفتها حال. نستدل عن ذلك من خلال تحليل الجملة عن طريق الصندقة. نكتب الجملة ونسطر. نسطر. تشق فعل. بدأت الجملة بفعل، إذن هي جملة فعلية. الفاعل مقدر. عنان السماء مفعول به مركب إضافي. في عزم حال مركب بالجر.